ما حكم الدعاء بطريقة جماعية بعد دفن الميت؟ يقول الداعي إني داع فأمنوا، ثم يبدأ بالدعاء والناس يؤمنون، فما الحكم في ذلك؟ نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصل الدعاء جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالاستغفار لأخيهم، فاستغفروا لأخيكم فإنه يسأل، فأصل الدعاء جائز. لكن الكلام عن الصورة، الصورة هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم ويدعو والصحابة يؤمنون من خلفه؟ لا نعرف ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدعاء ثابت، يتوجه كل واحد إلى القبلة ويدعو بمفرده. من جوز أحيانا أنه لا تتخذ هيئة، جوز لدفع مفسدة أكبر، يعني كان يأتي اللي هم القراء الذين يقرؤون بطريقة القراءة السريعة دي ويرى بدعا كثيرة، فيريد من باب قياس أدنى أعلى المفسدتين، فيريد أن يدفع مفسدة أكبر بمفسدة أقل، فيدعو حتى يدفع هذه المفسدة الكبرى على ألا تتخذ تلك هيئة راسخة، يعني نفعل ذلك دائما. ويجوز في مقام التعليم، يعني في مقام التعليم أنه تجد أناسا لا يعرفون الدعاء ولا يعرفون كيف يدعون للميت العوام، فمن باب أن تعلمهم، ولكن يبين لهم أن ذلك ليس هو الأصل. والله أعلم. وزيت الجنة شيخ كريم.